تبعد عن مراكش بمئة كيلومتر وعن مدينة الدار البيضاء بثلاثمائة وثلاثين كيلومتر. وديان وأخاديد وشلالات وتضاريس عملاقة كلها اجتمعت في قالب منسق ورائع لتشكل بصمة خاصة يتميز بها جيوبارك. ترسبات قديمة وطبقات جيولوجية لازالت ليومنا هذا تحافظ على الذاكرة القديمة لكوكب الأرض، فالمنطقة تعتبر جنة للباحثين الجيولوجيين. فوق هذا التل في بوغال اجتمعت الجيولوجيا والمعمار معا ليشكلوا أحدا من أكثر المشاهد غرابة، بيوت مبنية على حافة الجبل كأنها تحاول أن تؤكد للعالم قوة تلك العلاقة التي تجمع البشر بالطبيعة. حينما نرى قرى ودواوير جيوبارك مجون من زاوية مختلفة ندرك قوة التصميم الفطرية التي ينعم بها بناؤو المنطقة، فهم يجعلون من مساكنهم لوحات فنية معلقة على الجبال. أي انبساط في الأرض، وبالنسبة للناس هنا كإطار فارغ يشكلونه كيفما يريدون ليبدعوا في الزراعات. هذا القطاع الذي أصبح يزيد ويطور من مستوى عيش الساكنة. وأنا في طريقي إلى منطقة بوتفلدة أسمع الناس يتكلمون بكل فخر وأنفة عن أجدادهم الذين سكنوا هذه المناطق منذ مئات السنين. أوشغال مخازن منحوتة على الجبل، كان الناس القدامى يستعملونها لتخزين مؤونتهم وأشيائهم الثمينة. فالمخازن هي تقاليد قديمة كان الناس معروفين بها هنا. سيدي موسى بأيت بوغماز هو أيضا أيقونة معروفة بأرض جيوبارك، فهو مخزن وضريح وبرج مراقبة في الآن ذاته. هنا بأمزراي قرب زاوية أحنصال حثما سيرحل بك الزمن إلى العصور التي مضت بمجرد الدخول للمكان، فالجدران لا زالت تحتفظ بدفئها القديم. تلفتني بساطة العيش هنا، ويستهويني ذلك التماسك القوي الذي تتميز به العلاقات بين الناس، فكلها مبنية على الحب والاحترام اللامشروط. فالتقاليد تمارس في الحياة اليومية، وهذا ما يقوي الترابط بين سكان القرية. الأسواق هي من العادات المهمة في جيوبارك، فبالإضافة للتسوق واقتناء الاحتياجات اليومية يلتقي الناس هنا ليتبادلوا أخبار المناطق والدواوير المجاورة ويتفقدون فيها بعضهم البعض. في أعماق جبال الأطلس الساحرة يخفق قلب المغرب الخفي، وتخفق معه جلود الماعز ملتصقة بآلات موسيقية وبثقافة أمازيغية عريقة تبدع وتنوع في الأشكال الموسيقية الجبلية، أحيدوس أو أحواش وغيرهما، فكلها أنماط تعبر عن مدى الانسجام الكبير الذي يجمع بين الناس والجبل. وأنا أمر من دمنات فوق قنطرة إيمينفريد الطبيعية، تلك القنطرة التي تجمع بين المنطقة وكافة أرجاء جيوبارك. يلامسني تراب أشم فيه رائحة كائنات قديمة جدا عمرت المنطقة منذ ملايين السنين، إنها الديناصورات. إيواريضا أيت بلال تيزنوبادو وأماكن قريبة أخرى كلها مناطق لا زالت آثار هذه الكائنات منحوتة في ذاكرتها الصخرية، موروث طبيعي عالمي مهم جدا. وليس ببعيد عن المنطقة نجد صخور تيزن ترغيست، هذه الأرض التي تعتبر منطقة اعتراف وإثبات لمكانة جيوبارك التاريخية، فهي تحتوي على نقوش يقدر عمرها بأربعة آلاف سنة تنحدر من العصر البرونزي، نقوش لحيوانات وأدوات عمل
ومحاربين ورموز أخرى غامضة تزيد من القيمة الأثرية للمنطقة. من الأرض إلى الأرض، لكن هذه المرة بطريقة فنية. يخرج من جيوبارك قطع فنية رائعة، فمن الطين إلى صوف الغنم ثم الخشب. هذا الثلاثي الذي هو ركيزة الصناعات التقليدية هنا، كما أن المنطقة تحتوي على متحف بمدينة أزلال يعرف ويثمن الغنى الذي تزخر به المنطقة. ولاستقبال السياح والزوار يضم جيوبارك حوالي 103 مأوى سياحي يتم السهر فيهم على راحة الزبناء ورضاهم. مثؤات صخرية شاهقة وممرات عميقة ومنابع ماء تخترق الجبل، هذه هي الطبيعة الرومانسية لمنطقة تاغيا بزاوية حنصان التي أصبحت مرتعا لهواة الرياضات الجبلية، فقد جلبت لها أمهر الممارسين في التسلق الجبلي. كما أن جيوبارك يحتوي على مناطق أخرى لممارسة جل أنواع الرياضات الجبلية. من بعيد يظهر جبل مجون شامخا أمام كل متغيرات الزمن كأسد ثائر يحمي عرنه، فارتفاعه الذي يصل إلى 4068 متر وصعوبة تضاريسه الوعرة صنفته من أصعب القمم تسلقا بالمغرب. فهو كنز ثمين لهواة وعشاق المغامرة. وأنا أزاول عملي بأرض جيوبارك لطالما لمحت عددا مهما من الكائنات التي تشارك الإنسان هذه الأرض، كالنسر الملتحي وذئاب ابن آوى وأسماك السلامون وقردة الماغوت وغيرها. من دون أن أدري تملكني حب وعشق هذه الأرض التي أصبحت جزءا منها، فلم أعد أتخيل نفسي أستنشق هواء غير هوائها أو ألامس ترابا غير تربتها. مثلي مثل أي كائن يطأ تراب هذه الأرض، تراب أرض جيوبارك مكون.